ذكر شكلك كان وصل الى مرحلة ان الناس مش عارفة تعرفك. الشكل اختلف، التخن شيء بشع يعني، انا بكرهه بجد. الحمد لله. شكلي اختلف، ملامحي نفسها اختفت يعني. حتى انا دلوقتي بحس لما بقعد اتفرج على نفسي في مشاهد جديده او في عمل جديد مثلا، وبتفرج على مشاهد وانا ملامحي نفسها ما كانتش باينه يعني، حاسس ان انا بعرف اوصل الرياكشن دلوقتي احسن يعني، او اللي انا عايز اقوله او اللي انا حاسه جوايا، بحس ان انا انه بيوصل دلوقتي احسن. الاول كان مختفي يعني، ملامحي هي نفسها ما كانتش حصل مره باينه. فعلا نزلت الشارع و كنا في مارينا، كان الدكتور وصف لنا ان لازم اروح في حته فيها يود يعني علشان اشم شويه يود يعني، فروحت فواحد جري ورايا، ففرحت جدا حد عرفني، فلقيته بيقول لي وحضرتك اخو احمد زاهر؟ فقلت له انا محمد اخوك الكبير. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ انت كنت عايز الناس تعرفك ولا ما تعرفكش؟ لا بس احساسك انك انت بتبقى ماشي والناس كلها بتحبك وبتسلم عليك وازيك يا فنان وازيك يا نجم وبتاع، وفجأة تمشي في الشارع كأنك ما حدش عارفك خالص، فإحساس صعب برضه يا دكتور يعني، مش سهل. فحسيت فجأة إن أنا بختفي، بنتهي، بروح. فلكن طول ما في ربنا سبحانه وتعالى وطول ما في أمل يعني، ولا تقنطوا من رحمة الله أبدا أبدا مهما كان الواحد بس انت عنده فنان ايه. كبير بدليل بعد ما انت قعدت في البيت ورجعت، شوف جات لك عروض قد ايه ونجحت قد ايه وعملت اعمال كبيره ازاي. ابتدينا من يعني مش من المكان اللي سابه كمان يعني، ما ابتداش نزلت طبعا من المكان اللي سابه قبل ال3 سنين. انا قبل ما اعيا كنت يعني رقص مع الزهور، ده كان احمد زاهر دنيا سمير غانم فيه الرقص مع الزهور. بعد ما رجعت كان في مسلسل حق مشروع تقريبا، بالظبط حق مشروع، وكانت بطولة ناس كتير جدا طبعا، استاذ عبد الكامل. كنت متألق جدا على فكرة. الحمد لله. بس كنت عامل اصغر دور فيهم يعني، كان في شباب معانا في المسلسل كان ممكن كانوا في الفترة دي مثلا ممكن كانوا اقل، دلوقتي بقى هم اعلى، وانا ما اعترضتش وما اتضايقتش مع انها صعبة جدا. قلت الحمد لله وانا هثبت نفسي برضه. انا بقول لك انت مش اثبت، انت ما شاء الله الحمد لله. انت راجع تحط جواري يا رب يخليك يا دكتور. كانت كويسه معاك في فتره العيد؟ ده انا عايز اقول لك بقى يعني، هي يعني بجد تستحق اوسكار، لانها استحملت بني ادم بشع، محطم نفسيا، عصبي بشكل فظيع. مراتي بنت ناس جدا وما يعني ما تتحملش العيشه اللي انا كنت فيها. انا ما كانش فيه شغل 3 سنين، فما فيش فلوس خالص نهائي، زائد ان الادويه اللي انا كنت باخدها في الاول قبل ما اكتشف ان انا عندي الغده عشان اخس كانت برقم رهيب جدا، وما كانش فيه فلوس خالص. عملت ايه؟ فما كانش فيه جبنه في الثلاجه يعني، ومع ذلك وقفت واستحملت، وهي يعني بنت ناس يعني ما تستحقش العيشه دي، لدرجه ان انا في فتره يعني قلت لها خلاص بقى يلا نتطلق علشان ايه. دراما 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 بقى انت عارفه، دراما عايشه في حياتي. قلت يلا نتطلق بقى وكفايه كده يعني، علشان ما تعيش معايا الفتره الأسوأ اللي جايه اللي انا متوقعها. قلت له ايه ساعتها؟ رفضت طبعا رفضا. قلت له يعني ايه اللي انت بتقوله ده يعني، عايز ايه يعني؟ يعني عايز تروحي لمامتك خلاص يعني، حرام، انت لسه صغيره، انت 21 سنه، ليه اعمل فيكي كده؟ لا. قلت له طب يعني بعد ملك وليله هتقول لي كده؟ بس انا موافقه اي مكان، انا مش متجوزه احمد زاهر الممثل، انا متجوزه احمد زاهر الانسان، بقيت ممثل، بقيت طيار، بقيت دكتور، انا معاك. احنا كتبنا لبعض وهيفرقنا عن بعض ان شاء الله يعني الموت، غير كده مش هيحصل. قعد فتره طويله جدا بيحاول يكرهني فيه يعملني وحش. ايوه واتحملت جامد قوي 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 يعني، عشان بس اثبت له انه لا. كنت متعمد فعلا تعملها وحش ليه؟ علشان ما خلاص بقى، ما انا كان في دماغي بقى خلاص الفكره بتعمل ايه؟ اعوذ بالله يعني، اللي هو يعني تبعد عني الفتره دي، ما تبقاش حاضره بقى لغايه لما انا اتكل على الله بقى كده في هدوء لوحدي، ولا البنات يبقوا موجودين ولا يعني انت فاهم. خلاص بقى كانت النفسيه محطمه والافكار السوداء بتيجي كتير، وكانت هي دايما ورايا قرب من ربنا سبحانه وتعالى، ادعي له اشتكي له، وهو ده يمكن يعني اللي رجعني تاني، ان انا اكيد دعيت له واشتكيت له بدعم منها بصراحه، فربنا استجاب
يعني ما هو انا كنت خلاص فعلا يعني. بيقول لك الراجل كان فاضل لك شهرين وتخش في برين دامج، يعني انا لو ما كنتش عملت التحاليل دي واستأجلتها شهرين بس كان زماني خلاص اتدمر المخ. بس مش دي كلها حاجات بتقول ان ربنا مش عايزك يحصل، يعني ده اختبار لازم نعدي بيه انه يكشفها لك في الوقت المناسب. مش ده معناه انه يعني انا بقى يعني طبعا. ربنا بيبتلينا وبيعنا على الابتلاء اللي بيبتلينا بيه، فكان لازم يعني كنت بس مستنية شوية قوة، يعني قوة معايا شوية بس علشان نعدي الأزمة دي. كانت فترة صعبة قوي يا دكتورة، بس عشان يقتنع انه ممكن يبقى في أمل، انه هو انا ممكن ارجع اقف قدام كاميرا تاني. اصعب لحظه لما الدكتور قال له انت يعني بالنسبه لي انا كانت لما الدكتور قال له ان انت كان ممكن بعد شهرين ما نحس خلاص كنت تروح فيها بعد الشهر عنه. يعني دي كانت اصعب لحظه بالنسبه لي. كتب وصيته وصاكي على جنب؟ لا يعني طول الوقت بس بيقعد يقول لي خدي بالك في كذا فين وتعملي يا عمي ارجوك. اعصاب الواحد مش مستحمله كفايه للواحد فيه. بس كان دايما خايف. طبعا اظن يعني الحاله دي او الفتره دي بالذات، واظنك انت كمان فنان وفنان صادق، ولو طلبت منك تمثل الدور ده حتى في الواقع اكيد هتلاقيها مليئه بالشجون والدموع. مظبوط. ودراما دراما كتير قوي. يعني كنت بتبكي كتير؟ يا كتير. انا قعدت يعني في فتره قعدت فيها شهرين مثلا في الاوضه ما اتحركتش منها. كان الاوضه فيها الحمام بتاعها، فما اتحركتش من الاوضه شهرين جوه الاوضه ونطفي النور لا الدراما دراما دراما يا دكتور دراما. عملت ايه الفتره دي؟ كنت قدامي حاجه اعملها غير اني احاول اشوف الدكاتره هنعمل ايه. طيب هناخد يعني ما كنتش ماشيه معاه في المسار اللي هو ماشي فيه، كنت واخده اتجاه عكسي. يعني انا طب انا هشوف انا هتصرف وخليك انت في اللي انت فيه لغايه ما اشوف هيحصل ايه. واحده واحده يا والله دكتور. والله 600 راجل. بس هسألك سؤال قبل ما اطلع الفصل. الضربات التي لا تقزم ظهرك تقوي، استفدت بايه من تجربه المرض؟ اكيد في حاجات اتغيرت في حياتك، أكيد. في سلوكياتك، في مبادئك، في قيمك. طبعا في حاجات اتغيرت. طبعا في حاجات كتير اتغيرت. في ناس تغير للاحسن، في ناس تغير للاوحش. نمره واحد يا دكتور، يعني حسيت ان الواحد مش لازم يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى خالص خالص مهما حصل. واي مصيبه تحصل لازم الواحد يقول عليها الحمد لله. شكرا لله. الحمد لله والشكر لله. ده مهم جدا، لان فعلا انا لما حسيت لما انا بدات اقرب من ربنا سبحانه وتعالى بشكل قوي جدا اكتشفت ان في حاجات كتير جدا حلوه وحاجات كتير بتحصل كويسه. فليه الواحد ما يبقاش دايما مقرب من ربنا ويحاول دايما على قدر الامكان انه يبعد عن اي حاجه وحشه بتغضبه؟ ليه؟ طب ما نخلينا ماشيين كده عشان ربنا يكرمنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، اكتشفت ناس زي ما حضرتك قلت. الله. شفت ناس كويسين جدا 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 وقفوا جنبي وكانوا جنبي. يعني استاذ سامي العدل مثلا الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. استاذ سامي هو اللي وداني للدكتور اللي كان هيعمل لي عمليه الشفط، وكان هو يعملها لي على حسابه. مظبوط مظبوط. وده حقه وانا لازم اقوله. ربنا يرحمه يعني بجد. كان حبيبي، كان الخال، وكان اب جميل. استاذ عادل امام، مدام سميره احمد، ناس كتيره جدا 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 الواحد فعلا اكتشفهم واكتشف معدنهم الجميل. مدام سميره هي اللي ودتنا عند الدكتور اللي فعلا عالجه، وكان دكتور بطنه بالمناسبه. مش دكتور غدد. مش دكتور غدد. لما هو البطنه بيشتغل غدد، بس الدكتور شاطر جدا طبعاً. وهو اللي عالجه. استاذ عادل امام انا عمري ما انسى اليوم اللي كلمني فيه 4 مرات في اليوم. قلت له يعني يا زعيم انا مسروعه، انا حاسه ان القياده العليا بتكلمني، انا حاسه ان احنا متوترين قوي. قال لي هيروح للدكتور وهيرجع وهيقولي له ما يقلقش وقولي له انا وراه. عمري ما انسى ابدا وقفه الناس الكبار دي معانا. طبعا بصراحه على راسي. يعني هم مش بس كبار فنانين، هم كبار كمان باللي عملوه معانا. حقيقي هم بيحبوه حقيقي. وهو الحمد لله. يستاهل. الحمد لله. الحمد لله.